شاي الأعشاب وعصيدة لحم العجل الكانتونية وحلويات شاشي وغيرها تتمتع بصلة مع الأعشاب الصينية. العلاقة الوثيقة بين أهل شاشي والأدوية العشبية الصينية تحول بلدة شاشي إلى بلدة الأدوية العشبية الصينية. تفضلوا بمشاهدة شاشي الدمج بين الطعام والدواء من سلسلة بلدات قديمة من نافذة على الصين. ملتقى البحار والأنهار دائما ما يغذي الأرض المزدهرة. بلدة شاشي تقع في دلتا نهر اللؤلؤ، إنها مزدهرة وذات موارد وفيرة. لكل مكان إنسان، إنها في منطقة شبه استوائية، ولذلك تعاني من مناخ حار ورطوبة وأمطار غزيرة. من أجل أن يحموا أنفسهم من هذا المناخ الحار الرطب، إن المحليين بدأوا يقطفون الأعشاب من الحقول ويصنعون الدواء منها ويشربونها. هذا هو شاي شاشي العشبي. الأكثر من هذا أن الأدوية العشبية تغلغلت في حياة أهل شاشي وظهرت في الوجبات الثلاثة. العلاقة الوثيقة بين أهل شاشي والأدوية العشبية حولت البلدة إلى بلدة الأدوية العشبية الصينية. البلدة القديمة شاشي تقع في الشمال الغربي من مدينة تشونشان، ذات تاريخ يمتد لأكثر من 800 سنة، وأيديولوجية الدمج بين الأدوية العشبية والطعام تغلغلت في حياة سكانها. تموز هو الشهر الأكثر حرارة في تشونشان، وفيه يبدأ خوان خان تنغ حفيد مؤسس شاي شاشي العشبي بقطف الأعشاب. يصنع شاي شاشي العشبي من ثم يهديه إلى أصدقائه وجيرانه. هذا اليوم يستعد خوان خان تونغ للذهاب إلى ضاحية بلدة شاشي تحت درجة حرارة مرتفعة. سيبحث عن الدواء العشبي البلدي واسمه جذر بوتاو. بسبب ازدياد عدد الناس الذين يقطفون جذر بوتاو ومع تسريع وتيرة التمدن، أصبح هذا الجذر قليلا ومن الصعب العثور عليه. بعد المشقة والتعب يجده خوان خان تونغ في العراء في نهاية المطاف. جذر بوتاو الذي يبحث عنه شجيرة خاصة في منطقة يونان هو مكون ضروري لصنع شاي شاشي العشبي. قديما نقصت الأدوية، والكثير من أهل شاشي قطفوا الأدوية العشبية وصنعوا الشاي لعلاج الأوبئة. من بين هؤلاء الصناع، إن الشاي العشبي الذي صنعه خوان خوي من قرية تايوان هو الأشهر، وهذا يرجع لطريقته الخاصة في صناعة هذا الشاي.我爷爷这一撮是个教父，他都当教父的过程里面呢，都很喜欢去炒药啊，替人家治病。有个和尚给他个药方给他，经过他几次改良，后来就变成五种药，有人特香寒呐、啊，很危险呐、啊，叫他去看病，后来爷爷就给他这个药，给他吃了后就好了。 所以他杀起来说，就人人皆知道的。 رغم أن خوان خوي هو حمال، لكنه حرص على قراءة كتب متنوعة عن الأدوية العشبية. اختار الوصفات التي حصل عليها وعدل طريقة صنع الشاي العشبي باستمرار، وأخيرا حصل على وصفته الخاصة. وبعدها تفرغ خوان خوي لقطف الأدوية العشبية وتبويبها وتخزينها، وعندما أصيب أصدقاؤه وأهله بالمرض أهداهم الأدوية. كما يشين دي أنا يوبين أكاو جوني جوني أنا جوني جوني 就啲醫生咧就唔係好多，就唔方便。一般嗰啲小病感冒啊、咳啊、喉嚨痛啊咁咧，一般都唔使請醫生噶。一個咧佢就靠經驗，第二個咧就靠互相傳授。
咁啊逐漸逐漸咧，嗰啲就叫做生草藥，又叫做涼茶。يعود تاريخ الشاي العشبي إلى أسرة سونغ الملكية. الدارس تشين تشي في عصر سونغ كتب أن أوراق النباتات المتعددة أدوية فعالة بعد نشرها وطبخها، وبحكم ذلك فإن الأدوية المشروبة شيء عادي ومعروف بين الناس، ومن ثم تحول إلى شاي عشبي. خلال 100 سنة الماضية وبتطور شاي شاشي العشبي أصبح مشروبا مكونا من 5 أدوية. الأدوية الخمسة هي الوصفة المختارة النهائية من خوان خوي. هذا المشروب هو شاي شاشي العشبي المشهور. بمضي أكثر من 100 سنة ذا عصيت شاي شاشي العشبي، وبلدة شاشي أسست مصنعا صيدليا حديثا خاصا بصنعه. إنه المصنع الصيدلاني الشهير إيخو تانغ في غواندونغ. طريقة الصنع اليدوية أصبحت وفق نظام التجميع والقياس، والشاي العشبي المنتج هنا يتبعثر في أنحاء الصين والعالم دون انقطاع.这个产品应该说是百年不衰了，所以我们广东的水土问题吧，又比较潮湿，又比较热，所以呢，人家就很容易上火。还有呢，我们这边呢，有时候经常大热天晒一晒雨，人家很容易感冒了。那个时候呢，喝沙西兰茶是最好，一喝沙西就好了，它既能治病又能治上火。 منذ اختراع شاي شاشي العشبي إلى الآن انقضت 100 سنة. اليوم بالنسبة لأهل شاشي إنه ليس دواء يطرد الرطوبة أو مشروبا عاديا، بل أصبح جزءا من مأكل أهل البلدة، وهو مكون لازم في حياتهم. اليوم في قرية تايوان التي سكن فيها خوان خوي شارع قصير فيه عشرات الدكاكين التي تبيع الشاي العشبي. عدد الزبائن الذين يتدفقون إلى هنا كبير جدا. أويانغ رونياي تسكن في قرية لونغروي التي تجاور قرية تايوان، وهي تفتح دكانين لبيع الشاي، أحدهما من عائلتها والآخر في تايوان. دكان عائلتها ورثته من حميها بعد وفاة زوجها، وهي تشرف على الدكان وحدها. هذا الدكان القديم يقع في زقاق ضيق، ورغم أن موقعه غير بارز، لكن الشاي العشبي في جودة عالية يجذب جيرانا كثيرين إليه. في شدة الحر يكون الشاي العشبي رائجا. أويان رونياي تصبح مشغولة جدا. اليوم أشعة الشمس قوية والشوارع تخلو من الناس، لكن درجة الحرارة في غرفة صنع الشاي العشبي تتجاوز 50. أويان رونياي تستخدم الحطب لصنع الشاي العشبي بإصرار. الدخان الأسود حول الجدران البيضاء لسوداء، إنها دليل على كدح هذه المرأة. 柴就是温薄的，没有毒气的。这个时间呢，一定要熬到这么长，这个功效才能熬得出来的。في الساعة الثالثة بعد الظهر تتم أويان رونياي عملها اليومي، وفي هذا الوقت تكون تعبة وراضية، وأخيرا يمكنها أن تنعم بهذه اللحظة الهادئة.
في هذا الوقت وفي فناء آخر وبعيدا عن دكان الشاي العشبي بأزقة، صاحبا دكان العصيدة ليو يي يونغ وأخوه يبدأان بالعمل. بمساعدة والده انطلق ليو يي يونغ من البيت على الدراجة، مقصده مذبح قريب من بيته ليشتري لحم العجل الطازج. في قرية لونغ روي هناك قوس تذكاري بني عام 1862، إنه أكبر قوس تذكاري يحافظ عليه في تشون تشان. تحته دكان ليو يو يونغ وأخيه، وهو ذو تاريخ يمتد لعشرات السنين. بعد شراء لحم العجل يرجع ليو يو يونغ إلى دكانه على عجل. 天冷的时候，你刚拿回来的牛肉，它是会冒烟的。 还有放在台面上，它真的会动的，会跳的那块牛肉，然后切下去其实也挺难切的。牛肉要是新鲜，保证它的新鲜度。然后煮牛肉粥其实很简单，要新鲜，其实已经可以了。العصيدة تاريخها أكثر من 5000 سنة، وبصدد الصحة هناك قواسم مشتركة بين الرز والعصيدة. إنها أسهل للهضم، والناس يثنون عليها بأنها طعام رائع ومفيد. أما عصيدة لحم العجل فإنها طبق خاص في دكان عصيدة ليو يي يونغ وأخيه. إضافة لطبق العصيدة المحلي في شاشي، هناك أنواع من العصائد تتضمن أدوية عشبية. فما هي مزايا غوغان تساي باعتبارها دواء عشبيا؟ تفضلوا بمتابعة شاشي الدمج بين الأدوية والمأكل. إلى جانب عصيدة لحم العجل، هناك طبق خاص آخر هو عصيدة فول الصويا المطبوخة بدواء عشبي غوغان تساي. هذا الدواء مقطوف من يد أخي ليو يي يونغ. 这些田边啊，这田鸡上就可以找到那种狗肝菜。狗肝菜就是清热解毒啦、护肝啦、明目啊这些作用。除了狗肝菜，还有紫苏啦，在田里面还有甜艾。紫苏它可以驱感冒啦，可以煮药，可以炒田螺呀。 做其他菜都，我们沙溪都喜欢加一点紫苏下去的。这里就可以找到狗肝菜了。这个就是狗肝菜。对，这是狗肝菜。就是它的根能摘吗？对，它一定要连根的。要连根的。对对对，要把这个根啊，都要留下来的。狗肝菜可以用来煲粥啦，然后也可以用来做糖水啦。 啊，还有可以煲汤啊，这些都可以用的。ذوق العصائد المكون من الرز والأدوية العشبية يحمل ذكريات أهل شاشي جيلا بعد آخر. عند المغرب أهل شاشي يشربون العصيد العادي بجانب هذا القوس التذكاري، وتنتشر رائحة العصيد الكثيفة. في هذا الحين العوامل التاريخية والحضارية تندمج في جسد واحد، ما يشكل صورة رائعة.
الصيف بالنسبة لأهل شاشي هو موسم قطاف الموز. أشجار الموز منتشرة في المنطقة لينعن. بعد قطف الموز البراعم الحمراء الباقية على الأشجار تصبح براعم الموز. إن براعم الموز قادرة على إذابة الدهون وفعالة للرجيم وطرد الرطوبة. عصيدة براعم الموز طبق تقليدي عند أهل شاشي. 23年前呢，或者食招培竹呢，你覺得對人體功效未好啦，因為到依家個個生活環境好咗之後，食嘅魚肉其他嘢食得多，就要食啲招培竹落去，即係將自己嘅腸胃就死撐下佢。 سواء عصيدة لحم العجل أو عصيدة فول الصويا مع جوغانتساي أم عصيدة براعم الموز، بالنسبة لأهل شاشي هي ليست مأكلا يسد رمقهم فقط، بل هي طريقة طبيعية للرجوع للطبيعة. هذا يختلف تماما عن الاعتماد على الطبيعة في العصور الماضية الفقيرة. بجانب العصائد الأدوية العادية تتحول لحلويات خاصة. هذه الأدوية التقليدية تغذي أهل شاشي جيلا بعد آخر. تفضلوا بمتابعة شاشي الدمج بين الأدوية والطعام. غذاء شاشي اهتم بالطبيعة والصحة والمواد المحلية. الأدوية العشبية التي نبتت في الحقول أصبحت حلويات محلية في يد ربات منازل شاشي ومأكل تقليدي لذيذ على الموائد. اليوم روان يين جاو تواعد أختيها لصنع حلويات محلية في شاشي للأطفال في العائلة. إن الوان شيه دواء عشبي بلدي عادي في شاشي. منذ زمن أهل شاشي بدأوا يصنعون فطيرة الوان شيه ذات الوظيفة الصحية، وهي صالحة للتناول في منتصف الصيف. مثل الوان شيه، إن الشيح نبات بلدي في الحقول قادر على طرد الرطوبة وتدفئة المعدة وتطهير الأمعاء. إنه مكون لصنع الفطيرة المحشوة بالشيح وفيها لحوم وخضور متنوعة. غادي هام نه، جو لو دي جي يوك كا، دونغ غو لا، ما تي لا، هوب باك لا، يو شيو شيو غو غو جا تشاي هي دو، كم جو دوك ون كي دوك دو كي لان ساي جو يت يونغ يت يونغ جو تشاو لو. نضع اللحم المفروم في العجين المكون من الشيح والأرز الدبق ونبخرها لنصف ساعة. إن هذه الحلويات الأنسب للناس الذين عندهم ضعف في الجهاز الهضمي. تشاغو كان طعاما خاصا أثناء التعبد وفي بعض الأعياد، واليوم أصبح حلويات يومية لأهل شاشي. عندما تصنع روان يين جاو مفروم تشاغو تضيف أوراق فوفل كاتشو فيه وتخلطه مع الفستق والسمسم المفروم والسكر. من ثم تشاغو الشهي والصحي صنع بيد روان يين جاو وأختيها. قالت روان يين جاو إن أبهج لحظة في حياتها هي صنع حلويات لذيذة لأبنائها وأحفادها ومشاهدتهم يتمتعون بها. 好開心咯！啲孫仔、孫女啊，個老公啊，咁啊，一齊啊，大家一家人嚟食咯。يستوعب أهل شاشي التغيرات المناخية خلال امتهان الزراعة وصيد الأسماك، ويتعودون على تعاقب المواسم، ويفهمون أن العلاج من المأكل أحسن من العلاج بالأدوية، ولذلك يعتمدون على الأدوية العشبية والطب الصيني التقليدي. ما يؤدي لاستخدامهم الأدوية العشبية لصنع المأكل بلا مبالاة. إن الأدوية العشبية تغلغلت في حياتهم، ولا عجب فيها، إن هناك كثيرا من المسنين يتجاوزون 100 سنة في تاريخ شاشي.
هذا القوس التذكاري للمسنين بني في أواخر عصر مملكة تشينغ بأمر من الإمبراطور لذكرى عمر زوجين من قرية تشونغشي تجاوزا 100 سنة وتاريخه 122 سنة. إن هذا القوس التذكاري يحمل أمنيات جميلة عن الخلود والصحة، وحتى الآن فإن شاشي ما زالت بلدة تشتهر بطول العمر. 啊，结果呢就是庞公。啊，这个一百零三岁啊，啊，结果那时候就婆婆，哎，就是就是六岁，啊，结果那时候是吴公，九十八岁，啊，结果那是陈婆婆，九十六岁，陈婆婆，哎，他们呢都是村里面呢，是二十二个老人家里面其中四个呢。 رغم ما تركه الزمن على وجوه المسنين إلا أن ابتساماتهم الدافئة والسعيدة إلى حد لا يوصف. إنهم يستفيدون من الأدوية العشبية ويشهدون على بلدة الأدوية العشبية هذه. خونغ كان تون يضع الأدوية العشبية في الأكياس بحسب الوصفة من جده، وهو يعد بأن يصنع شاي شاشي العشبي الأصلي غدا لأهله. أو يان رون ياي أتم صنع الشاي العشبي للبيع اليوم وهي تجلس أمام دكانها منتظرة زبائنها. يحل الليل على الأرض ودكان العصيدة تحت القوس التذكاري حافل بالزبائن، وأهل عائلة ليو يناقشون عملهم. ولد في هذه البلدة وتربى في هذه البلدة. إن أرض شاشي الخصبة تغذي أهل شاشي بأدويتها العشبية، وطريقة العيش الصحية هنا لا تؤثر على أهل شاشي فقط، بل تحول طريقة العيش عند الناس خارج البلدة. اليوم ومع تطور الحياة، عصر نقص الأدوية اختفى، والطعام التقليدي استبدل بالحديث، لكن ثقافة الأدوية العشبية التي تكثف جوهر الثقافة الصينية راسخة، والأمنيات عن الصحة والطبيعة لدى الناس ما تزال خالدة.